السلام عليكم ورحمة الله الزفلاوي. صحفت بودورو من البارح وهي تشطح بلا محارم، قال واش قال؟ راهو ايمانويل ماكرون اعتذر للجزائر واعتذر للشرشابون، وهاي الجزائر انتصرت عليه وفرحانين. فرحانين وعلاش؟ باش يقول لك تعاود ترجع العلاقات مع فرنسا. قليل قطعت امرها ما قطعت. المهم هي واش حدث، واش صرا بالضبط؟ صحه بدور ما تعطيكش الرسمي، صحه بدور تكذب مخارصه على كذب. واش تقول صحه بدور؟ تقول لك بلي ماكرون ندم واعتذر، وهي في الواقع البارح في كونفرنس دو بريس، ان بريف دو بريس، ان بريف دو بريس، احد المستشارين تاع ماكرون في ليزي كي جاب دورو على الجزائر، قال يا ولدي il regrette les polémiques et les malentendus، راهو نادم على هذا الجدل العقيم، الجدل هذايا وسوء التفاهم، وعنده احترام كبير للجزائر ولتاريخ الجزائر. اما ما قالش باللي راهو ندم كي قال النظام العسكري السياسي هرم و الحراك زعزعوا، ما جبتش. قال نحترم، ولينو الغلطه اللي دارها ماكرون نهار يتكلم على النظام العسكري السياسي الهرم الضعيف، دخل يتكلم على تاريخ الجزائر والأمة الجزائرية. وكدا واش داك؟ احبس عند العصابة، احبس عند العصابة باش ما تعطيها حتى فرصة باش دير لها. المهم اليوم يقول أنايا يعني بالنسبة لتاريخ الجزائر احترم الجزائر واحترم تاريخها واندم على سوء التفاهم، بصح ما جبتش موضوع النظام السياسي العسكري الهرم. هذا ما جبتش. وبالتالي ابداو جماعة العصابة فرحانين وكذا وكأنه راهم سجلوا انتصار على فرنسا. فرنسا عندها حاجة نادمة كي خلطت فيها الفايوات، لأنك فايو عمرك ما تخلط فيه، إما تضربه ضربة صحيحة ما يزيدش يفتح راسه، إما تجاهله كما راهم يتجاهلوه عد الدول، عد الدول راهم يتجاهلوا العصابة تاع الجزائر، ما يهضروش معاها خلاص، قال خليها، قال خليها، خليهم يغرقوا، دوك يغرقوا، ويغرقوا صح، العصابة تغرق، لأن ما تقدرش تبقى للأبد وهي مسيطرة على شعب صنع تاريخ قليل الشعوب اللي صنعته، هذا اللي يزيدنا نفهمه. إذن حكاية الاعتذار ما شفناه، وما نتاقش ما با ماكرون يهدر، يعني باش نكونوا متفاهمين، ما با ماكرون يعمل تصريح اللي قال هذا، قلنا أحد المستشارين اللي قال، تروح تشوف صحافة بودورو عليها هيلمان، واعتذرها واعتذرها وندمها وقالها وما قال والو، نو سي ان سيكونسي. قل لي انت شكون يروح يجادل ان فوايو؟ شكون تروح تجادل ان فوايو انت؟ ما عنده ثقافة، ما عنده علوم، ما عنده تربية، ما عنده اخلاق. ان فوايو سي سا، هذا هو النظام الجزائري. العصابة ما كاش نظام، كان عصابة، عصابة لا اخلاق لا دين لا من لا حشمة والو، ريان دو تو، غاسلين حاشاكم وجوههم في البول. هذا واش ولا واش؟ هذا هو العصابة اللي حاكمة في الجزائر. معليش انت هذاك وزير اول تسميه، ولا وزير خارجية، ولا اخر وزير، غير شية الخو، غير المنبطح الخو، غير الحرايمي الخو،
كلهم ازلام يلعبوا كاتريم ديفيزيون، ما عرفوش حتى كيفاش يشيتوا مليح، يلعبوا كاتريم ديفيزيون على خاطر كي تجي شيت يقدر يقطع لك الفيستا من الشتاء. سمعت؟ اي شيتك الصباط يجرحولك تلمو يفورسي وكذا. بس دي شياتين كاتسو تاع اربعة صوردي، لا لا شياتين تاع اربعة صوردي هادو. لانه علاش؟ لانه اللي كانوا اللي راهم اليوم في السلطه كانوا ازلام، ما كانوا خدامين حزام عند البونديا الكبار بوتفليقه وجماعته وكذا. هذوك كانوا بونديا كبار العربي بالخير، سمع في المافيا اللي كانت في الكابين نوار في ليزاني 90، هذوك كانوا خدامين حزام عند لا لا ماجورتي ما كانش مام با بوابين مام با بلونطون، ما تعرفش مام با بلونطون عند العربي بالخير ولا عند التواتي ولا نو ولا عند توفيق كي كان على ديدانو. حيدر قاعد اللي يجي يتكلم على توفيق كاش يتكلم عليه، كان داك وي يتكلم عليه وراح قرا لا مافيا دي جينيرو. نعم خدا ومقبل لا مافيا دي جينيرو خدا حتى قال فيكس فرانس تروج في التلفزيون، ما خليتلوش في 2001 وفي السبعة في 92 قطعتو نحس هو واسماعيل العربي بالخير وكان لا مافيا بعد الاغتيال تاع بوضياف. ما كاش معانا ما نسناش كيما واحد يقول كي يشوف روح يقول لك او كان يمسح البابار ولا خلق لك او كان كدا. نو 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 اون تيغ با سور لي زومبيلونس. انا لما كان في الحبس ما هدرتش عليه، دور كي خرج من الحبس وراه رجع يلعب البالون ياخذ على حقه ياخذ على راسه سيتو. هذا هو الحساب. المهم واحد يقول ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.